تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المنصة الرقمية للمستثمر بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، وهذا استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي. المنصة الرقمية للمستثمر تسمح بتكريس أكبر قدر ممكن من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي. مراسم الإطلاق حضرها وزير المالية العزيز فايد ومستشار الوزير الأول رفيق بوكليا حسان وكذا ممثلو منظمات أرباب العمل. سنطلق اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه فضاء معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به في 15 ولاية الآن لترتفع إلى 21 ولاية على الساعة الثانية بعد الظهر. يعني اليوم سنصل إلى 22 ولاية ب 904 قطعة أرضية بمساحة أولية تقدر ب 563 هكتار.